الأمر الرابع أقول وسط المحتملات الكثيرة والآراء والتأويلات المختلفة والمصادق الكثيرة المتصورة ومنها علامات آخر الزمان وشرائط قيام الساعة، نضع بين أيديكم احتمالا ممكنا، احتمالا ممكنا وراجحا في نفسه، إضافة إلى إمكان أن يكون أحد مصادق وتطبيقات ما ذكروه أو ما ذكره، إضافة إلى إمكان أن يكون أحد مصادق وتطبيقات ما ذكره المفسرون من معاني، إضافة إلى ورود ما يدل عليه أو يؤيده عن أئمة أهل البيت أو أئمة أهل بيت النبي الأطهار عليهم وعلى جدهم الصلاة والتسليم، فيكون المعنى أن المهدي وخروج المهدي ودولة العدل الإلهية المهدوية من أيام الله، بل من أهم وأعظم وأخطر أيام الله، لكونها تكون أملا ونعمة وكرامة ونصرا وعزة للمستضعفين، وتكون نكالا ونقمة وهلاكا على الجائرين الظالمين الفاسدين المجسمين المشبهين المارقة الخوارج التكفيريين الإرهابيين المفسدين. في تفسير قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، سورة إبراهيم، عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليهما السلام قال أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكر، ويوم القيامة، كما ورد عند المجلسي والخصال ومعاني الأخبار للصدوق هذه والبحار للمجلس. وأيضا في تفسير القمي قال الإمام عليه السلام أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الموت، ويوم القيامة.